تحية رياضية مشاهدي ام تي في بلبنان والعالم. بعد ما حسم العهد لقب بطل مرحلة الذهاب المعنوي، اصبح كل ملاحقين ومطالبين بعدم التفريط بالنقاط بالمراحل المقبلة، وعلى رأسه النجم اللي يعتبر الوحيد القادر انه يكون على اقرب مسافة من حامل اللقب، لكن للابقاء على فارق النقطة الوحدة على النجم تخطي واحد من اصعب الاختبارات اللي ممكن يواجهها، والمتمثل بالرسينج اللي مركزه السابع ما بيعكس فعليا الامكانيات يلي عنده اياها الفريق. بطبيعه الحال كل مباراه اصبحت بمثابه مباريات الكاس بالنسبه للنجمه، وخصوصا مع الاداء الثابت يلي عم يقدمه العهد وعلى ابواب مرحله اياب، يتوقع تحمل معها مرحله جديده للنجمويين بيقبلوا من خلالها يحافظوا على حضورهم القوي حتى المراحل الاخيره المفترض تكون حاسمه بالمشوار الى منصه التتويج. لكن قبل حسم النقاط الثلاثه واللي هي طبعا فارس امر لابد منه اليوم على النجمويين الفوز على الرسينج. مساء الخير شربل، ومساء الخير كمان لجورج وللكابتن وسام ولكل مشاهدي الام تي في اللي عم بيتابعونا مباشره. نحن معكم من ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا لمتابعه المباراه الختاميه اذا بدكم بمرحله الذهاب اللي رح تجمع اليوم فريقي الرسينج والنجمه. تشكيله معتاده تقريبا من ناحيه فريق النجمه، ومن ناحيه فريق الرسينج ايضا التشكيله المعتاده باخر مباريات يلي عم بخوض فيها رضا عنتر المباراه. اليوم النجمه مطالب بالفوز ولا شيء غير الفوز، وفريق الرسينج ايضا مطالب بالفوز لانه بتعرفوا ثلاث نقاط بتغير كثير كثير بجدول الترتيب. دائما وقت نقول رسينج نجمه بنعرف قديش بتكون مبارياته المهمه، خاصه انه الموسم الماضي الرسينج قدر ياخذ اربع نقاط مستحقين كانوا من اصل سته من فريق النجمه. اليوم النجمه بده يربح المباراه ليضل قريب من العهد، خساره النجمه او تعادل النجمه رح يصب بالدرجه الاولى لمصلحه العهد، وبالدرجه الثانيه ايضا للفرق يلي عم بتنافس النجمه مثل الانصار يلي صار معه 19 نقطه، الصفا 18، السلام صغرتها 17، وعملية القرعة بين قائدي الفريقين يلي عم بفوز فيها فريق النجمة يلي عم بيختار أرض الملعب أي جهة بده يكون. جمهور نجمة كبير اليوم، اشتقنا نشوف جمهور النجمة بهالعدد عم بيرجع للملاعب شربيل بعدد كبير بختام إذا فينا نقول مرحلة الذهاب يلي مع بداية مرحلة الإياب. كل جهاز فني وكل مدير فني وكل إدارة رح يكون عندها تطلعات ورح يكون عندها كمان رؤية لبعدين من ناحية لاعبين الأجانب ومن ناحية لاعبين اللبنانيين. منو مستغرب فارس أبدا هالحضور الكبير لجمهور النجم يلي يمكن بيوصل لل 7000 متفرج اليوم بمدرجات ملعب صيدا، لأنه كل نجماوي بطبيعة الحال بيعرف قد إيه أهمية المباراة، بيعرف أيضا قد إيه الصعوبة يلي ممكن يواجهها الفريق النبيذي بمواجهة الرسك تحديدا. شفنا الرسك قد إيه عذب العهد عندما تمكن العهد فقط من الفوز بنتيجة 1-0 على الرسينج، وبالتالي الرسينج يعني دائما بيبقى فريق عنيد فريق طموح. شفنا مباراة بعد أخرى كان عم يتطور مع المدرب رضا عنتر، لكن بانتظار اليوم يترجم هالأمر على أرض الواقع إلى نتيجة إيجابية. جمهور النجمة حاليا بمشهد احتفالي مع لاعبين نادي النجمة اللي دخلوا طبعا وبشاح القدس المزين بالعلم الفلسطيني تضامنا يعني مع القضية الفلسطينية قبل بداية المباراة. أيضا جمهور النجمة يلي رافع لافتة بهيدا الخصوص. بطبيعة الحال نأمل أنه نشوف مباراة جميلة جدا وعلى مستوى عالي بين الفريقين. شفنا بالأسبوع العاشر مباراة النجمة وطرابلس على هالملعب بالتحديد حملت أهداف وحملت إثارة كتير كبيرة بالوقت يلي لحظة انطلاق المباراة والكرة الأولى الرسنجوية مع الفريق الأبيض. محمود فتح الله موجود اليوم بخط الدفاع الكلاسيكي اللي عم يعتمدوا أرمين سانميان إلى جانب قاسم الزين بقلب الدفاع، على الجهة اليسرى ماهر صبرة وعلى الجهة اليمنى علي بزي. يعني تشكيلة النجمة منا مغيرة أبدا عن التشكيلة اللي خاض فيها الفريق مباراته أمام طرابلس وقدر يفوز بنتيجة 3-1. لكن في مر أنا وياكم على تشكيلة الرسنج اللي ما تابع استوديو التحليلي وشاف التشكيلة. عندنا محمد حجازي بحراسة المرمى، رباعي خط الدفاع محمود كجوك
اللي عم يعود ليكون بمركز الظهير الايمن بالتشكيل الاساسي، اندري فيتيلاريو، محمد صادق وطارق حلوم، بخط الوسط حمزه سلامه وغازي حنيني، امامه ثلاثي داعم للمهاجم الوحيد عدنان ملحم من حسين طحان، سيرج سعيد ونيكولاس كوفي. حسين طحان هيدي الثاني مباراه بخوضها اساسي مع الراسينج بعد المباراه يلي خاضها امام النبي شيت، اللاعب يلي عانى من الاصابه لفتره طويله قدر يرجع يحجز مكان بتشكيله رضا عنتر، وعلى حساب مين؟ على حساب داوودا كامارا، لاعب يلي مش مفاجئ ابدا وجوده على مقاعد البدلاء، ما قدم الاداء المنتظر منه بمرحله الذهاب داوودا كامارا، بالوقت يلي حاليا طارق حلوم تحت ضغط من كبير موسى. كره مقطوعه الى خارج ارض الملعب، رميه تماس رح تكون للراسي، رح نشوف الراسي كيف قادر يتعامل مع فوره نشمويه بتوقعها ببدايه المباراه، لانه امام جمهوره النجمه الحماسيه اللي بتكون موجوده بنفوس اللاعبين بتكون باعلى مستوياتها بدون شك، كيف لا؟ واهميه المباراه اليوم اكثر من ثلاث نقاط صدقوني، اهميه المباراه هي البقاء على مسافه قريبه جدا من العاد. ام تي في لاب سبورتس على انستغرام، ام تي في سبورتس على فيسبوك ايضا، تقدروا تتابعوا كل التفاصيل المتعلقه بمباريات دوري الفا. دقيقتين مروا، التعادل السلبي لا يزال مسيطر مع اندري، راح يلعب كره طويله بالتاكيد اندري، والبحث دائما عن نيكولاس كافي اللي ما بتوصل له الكره، ماهر صبره، ماهر بشتت لبعيد تحت ضغط من نيكولاس كافي، يعني بيعرفوا مدافعين النجم بوجود عدنان ملحم ونيكولاس كافي ممنوع الغلط داخل منطقه الجزاء. نيكولاس كوفي بالمباراة الأخيرة أضاع هدف التعادل على فريق الراسينج، ومثل ما عرفنا بعد المباراة إنه كان متأثر كثير بغرف الملابس وبتصير وين ما كان بكل دول العالم، أبرز اللاعبين العالميين بيضيعوا أهداف، بس الراسينج كان قريب كثير إنه يسجل هدف التعادل وهدف كان محق مع فريق العهد. العهد بالنهاية هو الفريق الوحيد مع نهاية مرحلة الذهاب يلي ما تعرض لأي خسارة، سجل 6 انتصارات 5 تعادلات ضمن مرحلة الذهاب، وأول مباراة بمرحلة الإياب رح تكون أكيد يلي تأكدت لفريق العهد رح تكون مع فريق الصاح برج الشمالي صاحب المركز الأخير، أما بحال تعادل النجمة أو فوز النجمة اليوم رح يخوض مباراة مع فريق الشباب العربي يلي بيحتل مركز الـ 11 بالترتيب، أما بحال فوز الراسينج اليوم فالأنصار يلي رح ياخد المركز الثاني والنجمة رح يكون بالمركز الثالث. محمود فتح الله اللاعب المصري يلي بعد ما تأكد إذا رح يكون مع الفريق بمرحلة الإياب أو لا، بس لاعب أنا برأيي ممتاز، هو الوحيد لهلأ بفريق النجمة يلي خاض المباريات كاملة الـ10 مباريات يعني 900 دقيقة، هو اللاعب الوحيد بفريق النجمة اللي عم يلعب 900 دقيقة وبيلحقوا بالمركز الثاني بالتساوي ماهر صبرة وقاسم الزين، بينما بنطلع شوي على المركز الرابع كبيرو موسى وحسن معتوق بالمركز الخامس من حيث الدقائق يلي خاضها كل لاعب مع فريقه، وبريسنج عم بيكون من لاعبين فريق النجمة والدفاع من فريق الراسينج يلي عم يلعبوا هالكرات الأرضية التمريرات يلي عم بجرب لاحظوا أكثر وأكثر يضغط لاعبين فريق النجمة يلي اليوم عم بيأذروا جمهور كتير كبير، عدنان ملحم المتألق دايما بصفوف فريق الراسينج، كرة حاليا بمنتصف الملعب بتغير اتجاهها حلوة كتير على الجهة اليمنى عن طارق حلوم، طارق حلوم يلي بيتقدم بيرفع أمامية بده ينتبه كتير منيح حارس المرمى علي السبع، وين طالع يا سبع؟ وين طالع يا علي بهالكرة؟ علي بزي وعلي السبع، وكانت الأمور رح تكون كارثية لو الكرة راحت باتجاه المرمى. يعني بالتأكيد من المفترض يكون التواصل أفضل بين حارس المرمى والمدافع، على ما يبدو علي السبع ما حكم مع علي بزي بخصوص الكرة، الواضح إنه كان علي بزي عم يعاتبه لعلي السبع على هالخروج من دون ما يكون عارف شو في بظهره علي بزي. على كل حال مرت الامور على خير بالنسبه للنجمه، لكن هناك ركله لوكنيه للراسينج بوجود محمد صادق واندري، ممكن تكون الخطوره الراسينجاويه حاضره داخل منطقه الجزاء، بالوقت يلي طارق حلوم عم يتقدم بشكل مفاجئ عم يلعبها لعند الطحان، الكره الارضيه مطلوبه بالفعل العرضيه، لكن قاسم الزين الفدائي دائما موجود لقطع الكره الى ركله ركنيه، قائد النجم بيستحق شاره القياده، قائد عن حقه حقيقي عم يكون بالمباريات الاخيره من اكثر لاعبي النجمه ثباتا على الصعيد المستوى قاسم الزين وتحديدا على الصعيد الدفاعي، اضافه للدور الكبير طبعا ما فينا ننسى يلي عم يلعبه ماهر صبره ومحمود فتح الله. الركنيه جديده، الركنيه الثانيه للراسينج الى يساره لعلي السبع، سيرج سعيد على التنفيذ، سيرج
بيلعب الكرة مجددا لداخل منطقة، الخطورة موجودة بين رأسيه نيكولاس كافي بوضع مناسب. نيكولاس كافي بوضع مناسب لينسي الراسيقويين خيبة المباراة أمام العهد، لكن كرته عم ترتد من القائم الأيمن غير محظوظ، نعم غير موفق، يمكن كان عنده رعونة بالمباراة أمام العهد بالفرصة الأخيرة يلي ضيعها، لكن اليوم ما كان موفق أبدا نيكولاس كافي بالكرة يلي لعبها إلى القائم الأيمن، ارتدت من القائم الأيمن، لكن يسأل دفاع النجمة عن اللي صار بالوقت يلي سارج أيضا بكرة ركنية خطيرة جدا للراسي، خطيرة جدا للرزق، ثلاث ركلات ركنية للقلعة البيضاء وفرصتين منهم كانوا خطيرين جدا، الوحدة منهم عم نشوفها بالإعادة، نيكولاس كافي على السبع كان على الأرض، مدافعين نجمة كانوا متفرجين مثلنا مثلهم على الكرة الأخيرة، ونيكولاس كافي كان قريب من التسجيل، الرزق يلي عم يعود إلى ألوانه الأصلية، إلى ألوانه التقليدية، اللون الأبيض، فهل ممكن يحمل فأل خير ويعطيه نتيجة بيضة بمباراة اليوم أمام النجمة؟ كل شيء معقول، الراسينج عم يبدأ المباراة بقوة، عم يبدأ المباراة مهاجم، هيدا أمر منه مستغرب على التكتيك اللي بيعتمده عادة رضا عنتر بالمباريات، فاجأ العهد على الصعيد وليش لا يفاجئ النجمة بمباراة اليوم، على كل حال النجمويين عندهم كل الإمكانات للرد، عندهم كل الإمكانات أيضا للخروج بالنقاط، ثلاثة على السبع حاليا بالخطوط الخلفية، الدقيقة السابعة حمد مع أخطر فرص المباراة لنيكولاس كافي، السبع بيلعب الكرة الأمام للمايسترو، حسن معطوق ما بيقدر يسيطر على كرته هالمرة. بالإعادة مرة جديدة ساج سعيد بالركنية إلى داخل منطقة الخطورة، مرة جديدة نيكولاس كافي هو يلي حولها عدنان ملحم، لو وصل لعدنان ملحم كان في كلام آخر، بدهم ينتبهوا أيضا من وجود عدنان ملحم وتنقله بين الوسط وظهر الدفاع، بيعتمدوا كثير هالأمر الرسمي للاستفادة من سرعة الرقم 10 بالوقت يلي حاليا الكرة بوسط الملعب، الطحان كنترول ممتاز على الصدر منه للزئبقي غازي حنيني، بوصلت الوسط بالنسبة للرسق هاللاعب الرقم 8 غازي حنيني، محمد صادق مجددا لعند غازي، كل الكرات بدها تمر من الرقم 8 تيحدد وين الاتجاه يلي رح ياخذه الرسق بالهجمة، من جديد تحت الضغط، دائما النجم عم يعتمد هالاسلوب وهو اسلوب فعال من دون شك لاستعادة الكرة للاستحواذ اكثر واكثر، هو الضغط بمنطقة الوسط وفرض حصار على الفريق المنافس، الامر عم يفيد النجمه حاليا لانه راسك عم ينجبر يحط الكره خارج ارض الملعب، رمي التمات نجمويه مع نادر مطر واحد من نجوم المباراه امام طرابلس صاحب الهدفين بالاسبوع الماضي، علي بزي على الجهه اليمنى، بزي مع الانطلاقه من لعند عبد الرزاق الحسين، رائع جدا تبادل الكرات، لكن حسن محمد مقطوع الكره من امامه نيكولاس كوفي، يبدو الاصرار كبير عنده اليوم للاعب الغاني لتعويض مثل ما ذكرت خيبه المباراه امام العاد، عم بيقاتل على كل كره وخصوصا موجود بالكرات العاليه بالوقت يعني كبير موسى ممكن يستلم، ممكن يستلم كبير موسى، لكن محمد حجازي كان على الموعد، الحارس يعني مباراه بعد اخرى عم يقدم اداء جيد، ومحمد ستيني اللي عم يعود ليكون موجود انما على مقاعد البدلاء بعد الاصابه القويه اللي تعرض لها الحارس الاول بصفوف نادي الراسينغ، ماهر صبرا على الجهه اليسرى منو لعند حسن معطوق، شوفوا الرقابه على حسن معطوق، ثلاث لاعبين طارق حلوم عم بيكون عم يراقبه، ايضا سيرج سعيد عم يجي يساعد وعم يضب من خط الوسط حمزه سلامه تحديدا او حسين طحان، حمزه هو يلي عم يستلم حاليا منو لعند طارق حلوم، عجبني ريتم المباراه كثير ريتم سريع، الفريقين بنزعه هجوميه برغبه كثير كبيره للوصول الى الشباك بالوقت يلي الضغط عمليه الضغط عم تكون موجوده بوسط الملعب هالمره من ناحيه فريق الرسمي، والخطا على عبد الرزاق الحسين، الخطا واضح كان عم يحتسبه الحكم الاردني، هون عم نشوف بالاعاده الكره محمد صادق كان ممتاز ومحمد حجازي، هيدا محمد سنتينا يلي اكيد عم بيعطي خبرته لمحمد حجازي، محمد سنتينا يلي رح نشوفه مع بدايه مرحله الاياب، جورج فرح رئيس نادي الرسمي الى جنبه جمال الحاج المدير الفني السابق لنادي النجمه وابن النجمه يلي دائما عم بيكون مع فريق النجمه، محمود فتح الله بيرجع الكره لعند علي السبع، يعني الضغط كبير عم بيكون على فريق النجمه اليوم لاحراز نقاط المباراه الثلاثه، حسن معطوق بيلعب الكره اماميه لعند عبد الرزاق حسين على السريع بيبعدها محمد صادق، دائما عم بيكون متالق محمد صادق مع فريق الرسيم، كره بعدها بالعالي والعالي ما بتعطي نتيجه دائما، احمد جلول بمر الكره لكبيرو موسى عاليه بعيده بعيده، فريق الرسيم اللي احتل
الموسم الماضي المركز السابع، بينما فريق النجمة كان بالمركز الثالث، وحاليا فريق النجمة بالمركز الثالث والراسينج سابع. هذا الترتيب الحالي لهلا، بس اكيد رح يتغير مع نهاية المباراة. عم يجربوا لاعبين فريق الراسينج انه يسحبوا لاعبين فريق النجمة لعندهم. هي تمريرة خاطئة كانت من محمد حجازي، ما رح يقدر يعمل شيء ابدا طارق حلوم. رامي التماس لفريق النجمة، نادر مطر واحد من اللاعبين او الجندي المجهول اذا بدكم فيكم تسموه بفريق النجمة، اكثر اللاعبين اللي بيتعرضوا للاخطاء، اكثر اللاعبين اللي بتشوفون عم يتحركوا بارض الملعب. حسن معتوق وما في مخاطرة ابدا ابدا على السريع. محمد صادق بحط الكرة خارج الملعب، بيعرف انه الخطأ اذا صار مع حسن معتوق خطأ بكلف كثير. هيدا نادر مطر، وهذا الخطأ يلي تعرض له من طارق حلوم. رامي التميس راح تكون طويلة داخل منطقة الجزاء، لا بيلعبها للمعتوق، المعتوق بغير اتجاه الكرة. قاسم الزين على الجهة اليمنى، سريع على الهجمة المرتدة لفريق الراسك. محمود فتح الله لاعب الخبرة، لاعب منتخب مصر السابق، بطل افريقيا مع المنتخب المصري، لاعب الزمالك بعده. محمود فتح الله بيتقدم، بيخسر الكره ماهر صبره، ما في شيء، الحكم بيشير لمتابعه اللعب. حمزه سلامي لعند حنيني، حنيني بغير اتجاه الكره لعند محمود كوجوك، محمود كوجوك بيطلع لعند غازي حنيني كمان مره. فريق الراسينج فريق منه سهل ابدا ابدا. سير سعيد بمرر اماميه في تسلل، تسلل على عدنان منحم، سليم سراج يلي بيرفع رايته ليعلن التسلل كان، عدنان منحم كان بوضع متسلل. بالإعادة بنرجع بنشوف قرار كان أكثر من صحيح. أيضا اليوم أمين عام الاتحاد اللبناني للفوتبول أبو فراج جهاد الشحف عم بيتابع المباراة، وكان غدرنا فجر اليوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان موجود بلبنان، كان عم يتابع مباراة الأنصار والشباب العربي. غادر فجر اليوم، لكل اللي عم يتساءلوا ليش ما عم يحضر هالمباراة تحديدا، منه بلبنان. كرة مع فريق النجمة على الجهة اليمنى بتنرفع داخل منطقة جزاء، بس في ضربة مرمى، الكرة رفعت بس اجتازت خط المرمى وخط الملعب وبتروح لصالح فريق الراسينج. كرة حاليا مع فريق الراسينج مع تعليمات ارمان سنميان لاعب النجم السابق يلي عم يعطي تعليماته للاعبين. ارمان يعني لهلا النتائج جيدة جدا عم تكون مع فريق النجمة، بس عم بينحكى كثير كثير انه تيو بوكر رح يستلم تدريب فريق النجمة. هيدا يلي عم نسمعه، بس طالما بعد ما في شيء رسمي من إدارة النادي فبنعتبر كل هيدا الكلام منه بيكون مثبت 100%. فرصة لفريق الراسينج مع كوفي سيء الحظ لهلا بمباراة العهد، بمباراة اليوم ببدايتها، بس خلينا نشوف كوفي شو رح يعمل بمباراة اليوم. على السريع بترتد مع نادر مطر، نادر مطر بيتقدم معه أندري، نادر مطر بيدخل، والحكم بيحتسب خطأ على فريق النجمة. أكيد جمهور النجمة منه راضي أبدا عن قرار الحكم، القرار كان أخذ الحكم، والجمهور يلي منه راضي شربل أبدا عن هالشيء. بالنهاية الحكم أخذ قراره والكرة لصالح فريق الرصيد. الحكم الأردني مراد الزواهري هيدي للمرة الخامسة عم يكون موجود فيها بلبنان لقيادة إحدى المباريات بدوري ألفا. شفنا امبارح أيضا أدهم مخادمي الحكم الأردني اللي قاد مباراة صعبة بين الأنصار والشباب العربي على ملعب العهد، وانتهت بفوز أنصاري بنتيجة 2-1. بطبيعة الحال افتتاح المرحلة كان حمل فوز مفاجئ للتضامن السور على الصفر 3-1 بهاتريك كريس تريمي لورونيوم، ونبيشيت كان عم يسقط أمام العهد 0-2. هيدا أول انتصار للعهد بأربع مواسم بملعب النبيشيت، فوز تاريخي فينا نسميه بين مزدوجين بالنسبة للعهد. الإصلاح كان عم يسقط أمام السلام صغرتا ونجمه إدمو شحادي بنتيجة 0-3، بينما مهرجان أهداف كان موجود بمباراة طرابلس والإخاء الأهلي علي اللي انتهت بالتعادل 3-3. ثلاث أهداف منهم كانت لحسن العويد اللاعب السوري لطرابلس، بالوقت يلي حسن معتوق أيضا عم يعترض على الصافرة مع سقوط محمود كوجوك على أرض الملعب مصاب. بالإعادة عم تشوف كوجوك كان عمل الكنترول، وهون الحكم احتسب خطأ على حسن معتوق.
شوفوا ردة فعل معتوق، يعني قليل نادرا بنشوف حسن معتوق عم يعمل ردة فعل على حكم قائد منتخب لبنان المتألق حسن معتوق صاحب الأرقام الرهيبة والثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بالدوري بعد الحج مالك السنغالي مهاجم الأنصار. حج مالك ساهم ب 11 هدف، يعني عم نحكي عن 10 أهداف للحج مالك مع هدفه امبارح بمرمى الشباب العربي وتمريره حاسمه مقابل 9 لحسن معتوق. طبعا حسن معتوق عنده 5 اهداف و4 تمريرات حاسمه وقت اللي في كره اماميه باتجاه عدنان بلحه بتوصل بشكل سهل لعند علي السبا. قطعوا اول ربع ساعه بالمباراه، فرصه نيكولاس كافي الوحيده هي العنوان يلي ارتدت من القائم الايمن. كافي هو يلي عم يعمل كنترول حاليا، نيكولاس كافي كرته بوسط الملعب لعند الطحان بترجع لعند اللاعب الغاني منه لعند طارق حلومه. التركيز عم بيكون كبير على الجهه اليمنى مطرح ما موجود سيرج سعيد بالانتظار، لكن عم تمر من حمزه سلامه الى الطحان مره جديده منه لعند غازي حنيني. محاوله من الرسك لتغيير اتجاه اللعب، بالفعل هالامر بيحصل. التمريره الطويله باتجاه طارق حلوم على الجهه اليمنى، طارق بيلعب الكره العرضيه لكن مقطوعه بسهوله من محمود فتح الله. بده يركز اكثر بتمريراته فريق راسك. صادق عم يطلب الخطا لكن الحكم عم يترك الادفانتج. كره على الجهه اليسرى عم يلحق فيها الكجب محمود كجب. كره بوسط الملعب لعند غازي حنيني ايضا للامام. نيكولاس كافي محاوله لتبادل التمريرات السريعه الارضيه بلعبي الراسك حمزه سلامه، هو عم يحاول يسدد مسافه بعيده لكن تسديدته عم ترتد كانت بتبقى مع الراسينج المستحوذ حاليا بوسط الملعب. الكره الخلف عند اندريه عم يحطه كان بوضع صعب الطحان لاندريه بمواجهه كبيرو موسى. لحسن حظ المدافع الروماني قدر يطلع مع محمد صادق من الضغط لكن ماهر صبره ضغطه عم يثمر عن استعاده الكره. وسيرج سعيد عم يعمل مجهود كبير ببدايه المباراه، قائد الرسينج كان عم يقدر يستخلص الكره مره جديده من حسن معتوق. اللمسه ايضا مع طارق حلوم، دائما مباريات الرسينج بتكون صعبه على النجمه لكن حسن معتوق حاليا هو عم يستلم على الجهه اليسرى جهته المفضله. هل راح يمر حسن معتوق؟ ثلاث لاعبين، شوفوا ثلاث لاعبين عم يدافعوا على حسن معتوق. شو ممكن يعمل المعتوق؟ صعبه صعبه يعمل شيء المعتوق كان بهالكره. ثلاث لاعبين فعلا حجبوا الرؤيه عن حسن معتوق، اوقفوا حسن معتوق. بالاعاده مره جديده عم نشوف هالحاله. اخر فوز للنجمه على الرسينج بالدوري كان بالاسبوع 13 من موسم 2015-2016، 1-0 كانت النتيجة بوقتها خالد التكجي هو يلي سجل الهدف من ركلة جزاء. موسم 2016-2017 ما قدر النجمة إذن يفوز على الرسينج بالوقت يلي علي مزي مصاب على أرض الملعب. كل السلامات لظهير أيمن النجمة بالوقت يلي الظهير الايمن الاشهر بالعصر الحديث بالنسبه للنجمه. علي حمام موجود ايضا بملعب صيدا البلدي لمتابعه المباراه، لاعب نادي ذوبان الايراني عم يستفيد من اجازته بلبنان لمتابعه الفريق الاحب الى قلبه. علي بزي رح يقدر يتابع المباراه واللعب رح يستكمل مع محمد صادق منه لعند سيرج سعيد او لطارق حلوم. سيرج سعيد كان عم يطلب الكرة. محمد حجازي أيضا من جديد تحت الضغط الراسينج عم يجرب يبعد الكرات بطريقة عشوائية والأمر عم يسمح للنجمة باستعادتها لكن حسن محمد أيضا ما قدر يسيطر على كرته، راحت رمية التماس عن طارق حلوم. هيدا ماهر صبر أمامنا على الشاشة، يعني صحيح دخل مرمى النجمة 13 هدف لكن مدافعي النجمة مثل قاسم زين وماهر صبرة قدموا أداء كبير بكثير من المباريات بمرحلة الذهاب. كرة على الجهة اليسرى مع محمود كجوك منه لعند غازي حنيني. غازي بينقلب وسط الملعب لحمزة سلامة يلي أيضا عم يواجه فريقه السابق. حمزة كان عم بيسدد والكرة مباشرة عند علي السبع. لعب حمزة سلامة 11 مباراة مع النجمة بالموسم الماضي ما ساهم فيهم بتسجيل أي هدف، هو ونيكولاس كافي كانوا عم ينتقلوا من النجمة إلى راسيك. مباراة خاصة بالنسبة لهاللاعبين بطبيعة الحال. علي بزي على الجهة اليمنى نشيط جدا عم بيكون الرقم 11
هيدا نادر مطر كان عم يستلم. نادر كرة لعند حسن معطوء، المعطوء عم يحاول يمر عن أندريه والكرة إلى خارج أرض الملعب. ركلة ركنية رح تكون للنجمة، كبار صغار من كل الأعمار وصلوا لملعب صيدا لمتابعة النجمة، جمهور كبير أكيد عم تتخطى عدده 7000 متفرج، المدرجات أكثر وأكثر عم تملى، يعني اللي كان قبل ساعتين على بداية اللقاء كان بيقدر يعرف إنه المباراة رح تكون جماهيرية، اليوم جمهور النجمة وصل بكير على صيدا والمواكب النجموية على بوابة الجنوب كانت كثيرة قبل ساعتين وثلاثة حتى على انطلاق هالمباراة يلي حاليا فتنا فيها بالدقيقة 22 وعبد الرزاق الحسين بصراع على الكرة مع حمزة سلامة وخطأ على زميله السابق بالإعادة مرة جديدة. حمزة قدر يحمي كرته بشكل جيد أمام عبد الرزاق الحسين وعم يحصل على خطأ. يعني مثل ما عم نشوف قدامنا الصورة هي لحالها يلي عم تعبر، هذا جمهور النجمة، هيدا جمهور يلي بيعشق فريق النجمة من كل الأماكن، صغار كبار بيجوا ليحمسوا ليشجعوا فريقهم. وبنرجع بنقول إنه هلا مع توقف الدوري رح يكون فرصة لكل الفرق، الفرق ال 12 يلي موجودة بالدرجة الأولى لا تراجع حساباتها وتشوف لاعبينها الاجانب مين راح يبقى مين راح يفل، واذا قدر حدا يوقع مع لاعبين لبنانيين كانوا موجودين بالخارج ما شاركوا بمرحله الذهاب، فلهالسبب الفرق كلها بدها تحضر حالها كثير منيح لانه ممنوع الخساره، ممنوع السقوط. كره اماميه داخل منطقه الجزاء، كره راسيه من حسن محمد بيبعدها أندري قبل ما توصل لمرمى فريق الراسين كوفي، بيلعب كره قصيره وبالنهايه بتروح رميه تميسر قاطع نص الوقت تقريبا نص وقت الشوط الاول والنتيجه التعادل السلبي مثل ما هي 0-0. هيدي النتيجه بتصب بالدرجه الاولى لمصلحه فريق العهد اذا بقيت على هالحاله. كلنا بنعرف الدوري الفا لكرة القدم هالدوري هالموسم هو من اقوى البطولات، اقوى الدوريات اللي مرقوا نظرا للمنافسه الكبيره اللي عم نشوفها من اكثر من فريق، ما فيكم تعرفوا ابدا مين بده يفوز بلقب الدوري، الامور صعبه، الامور غامضه، ومع انطلاق مرحله الاياب اكيد المباريات رح تكون حاميه لانه كل الفرق يلي بتحتل مراكز متاخره بالترتيب رح تواجه بعضها مع نهايه الدوري، والفرق يلي بتحتل ايضا مراكز متقدمه رح تواجه بعضها مع نهايه الدوري. حاليا علي السبع وكره حسن معتوق الراسيه من حسن محمد يلي كان عم يبعدها أندري المتالق اللاعب الروماني يلي عم بيخوض موسم جديد لإله مع فريق الراسينج، صار بيعرف كرة القدم اللبنانية كثير منيح. ماهر صبرا برجع الكرة لعند محمود فتح الله، محمود فتح الله ممتاز هاللاعب، يعني الخبرة كثير مهمة بدفاع فريق النجمة لتكون إلى جانب قاسم الزين وتكون إلى جانب ماهر صبرا، بدك لاعب عنده الخبرة، بدك لاعب يقدر يوجههم مثل ما لازم. احمد جلول ايضا هالموسم مع فريق النجمه من فريق الصفا، بعد ناطرين كتار من احمد جلول يقدم. عبد الرزاق الحسين اللاعب السوري يلي كمان مع فريق النجمه عم بجرب يعمل شيء بهالمباراه. محمد صادق كره هون كبير موسى، الحكم بيقول ما في خطا، الحكم الاردني يعني منشوف قليل لياخذ الاخطاء. كرة أمامية مع عدنان ملحم، عدنان على الجهة اليسرى بيتقدم، عدنان بجرب يرفع الكرة بين إيدين علي السبع، كبير وموسى بيرجع بيقوم على السريع. منشوف هون شو صار، ما كان في خطأ أبدا، بالإعادة كانت واضحة الكرة وتحت أنظار الحكم. عبد الرزاق حسين أوه بيتقدم، أدفانتج أدفانتج أدفانتج، بيتقدم لمين يا عبد الرزاق؟ لمين هالكرة؟ يعني عملت الصعب والكرة السهلة، التمريرة النهائية ما كانت موجودة، نادر مطر وين ما كان بتشوفوه، على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى، وين ما كان نادر مطر، وتمريرة ما فيها تركيز أبدا بالنهاية. يعني لهلا فريق النجمة شربل بعد ما فات مثل ما لازم بجو المباراة من ناحية الفرص على مرمى فريق الراسينج، يعني الفرص
معدومة كليا من فريق النجوم. يحسب للراسينج فارس تضييق المساحات يلي عم يعملوا تحديدا بخط الوسط على لاعبين نجم. شفنا نادر مطر ما كان عنده خيارات بالكرة الأخيرة إلا أنه يلعب كرة طويلة باتجاه ماهر صبرا، والكرة يلي ما قدرت توصل لماهر صبرا خرجت من الملعب. أيضا عبد الرزاق الحسين ما كان عنده خيارات كثيرة ليوصل كرة، حاول يوصلها لعند كبيرو موسى بالعمق، لكن حتى كبيرو موسى كان محاصر بين ثلاث لاعبين. بطبيعه الحال معركه الوسط يلي راح يحسمها راح يقدر يحسم المباراه. الامر عم يجبر حسن معتوق لينضم لمعركه الوسط الى جانب عبد الرزاق الحسين، احمد جلول ونادر مطر. هون يعني اذا بيقدر احمد جلول ياخذ المبادره الهجوميه اكثر بيقدروا يستفيدوا النجمه من خلال الزياده العدديه، لانه نيكولاس كوفي عم يروح ليكون الى جانب عدنان ملحم بالامام. بطبيعه الحال كل هالامور بتبقى بدائره التحليل، وبيبقى الكلمه الاخيره للاعبين على ارض الملعب. كره من جديد الى رمي التماس للنجمه عند ماهر صبري على الجهه اليسرى. شوف لاحظ لاعبي الراسينج بيضيقوا المساحه، ما بيعطوا كثير خيارات مع اذا فينا نقول الرقابه مان تو مان عم تكون رجل لرجل على لاعبي النجمه بالتلت الهجومي. هيدا رضا عنتر، يعني من خبره رضا عنتر بيقدروا يستفيدوا بالوقت يلي كبيرو موسى بحط الكره، بحط الكره لعلي بزي على مشارف المنطقه، لكن تسديده الرمح 11 كانت سيئه. علي بزي هو يلي سدد مش عبد الرزاق الحسين. هيدا حسن معتوق مثل ما كنت عم بذكر عنده 5 اهداف و4 تمريرات حاسمه بدوري الفا. خلفه بيجي خالد تكجي وعباس عتبي اونيكا ساهم، كل واحد منهم بثمان اهداف بالنسبه لفريق الانصار. خالد يلي سجل 5 اهداف ومرر 3، اونيكا يلي هو صاحب اكثر عدد من الكرات الحاسمه لحد الوقت بدوري الفا، ملك التمريرات الحاسمه، هو مايسترو الدوري حاليا ب7 تمريرات حاسمه مقابل هدف واحد سجل للفريق الاخضر. صافره جديده الإعادة، عم نشوف الكرة الأمامية باتجاهه لحسن معتوق، لكن محمد حجازي كان على الموعد وخرج والتقطها. أندري بيتيلاريو بحركها لعند حمزة سلامة، بترجع لعند المدافع الروماني بوسط الملعب غازي حنيني. من جديد أندري، حمزة يعني ما بيتحمل الراسينج خسارة جديدة، تلقى 3 هزائم مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات الفريق الأبيض، مطالب بالتأكيد اليوم بنتيجة إيجابية، والفوز بطبيعة الحال رح يرفع الراسينج ليكون مع الصفا ب 18 نقطة، رح تكون ختام مرحلة ذهاب جيدة بالنسبة للراسينج في حال قدر يحقق الفوز، لكن الأمور صعبة جدا. بيعرف الأمر سندباد الكرة اللبنانية. حاليا الكرة على الجهة اليسرى عند حسين طحان، من جديد عم ينجبروا يرجعوا للخلف ليلعبوا مع أندري. كرة عند سيرج سعيد يلي اجت مركز بشكل ممتاز جدا بالوسط على خط التمرير ليحصل على الكرة. سيرج عم يحاول يمر، كرة جميلة جدا لعند عدنان ملحم على الجهة اليسرى. عدنان ملحم التمرير ايضا جميلة جدا، لكن العرضية لوين؟ لكن العرضية لوين يا محمود كوشوك؟ نقلة كرة جميلة، نقلة كرة جميلة كانت من قبل لاعبي الراسينج، لكن رضا عنتر يمكن ما عم بلوم محمود كوشوك على هالكرة. شوفوا أرض الملعب، عدم الحمرة لعند محمود كوشوك، شوفوا الكرة كيف عملت باونس على أرض الملعب، وهي اللي خلت محمود كوشوك يلعب هالعرضية السيئة. مسامح محمود كوشوك بالتأكيد من قبل جمهور الراسينج، من قبل زملائه، من قبل رضا عنتر أيضا، ما ذنبه أبدا. نأمل أكيد بمرحلة الإياب نشوف الملاعب كلها بحالة أفضل، وخصوصا على صعيد الإضاءة تنقدر نكون على الموعد دائما بأكثر عدد من المباريات المنقولة عبر شاشة ام تي في. بالوقت يلي حاليا النجم عم يحاول ينطلق بالهجمة، الانطلاقة حاليا من ماهر صبرا. ماهر بحاول يتقدم وسط مواكبة عم تكون من حمزة سلامة يلي عم يعمل مجهود كبير، والكرة عم يحميها حمزة سلامة بطريقة ممتازة إلى خارج أرض الملعب إلى رمي التماس. يعني عم تحدث كنت إنه هي مباراة خاصة بالنسبة لحمزة سلامة وبالنسبة لنيكولاس كوفي أيضا، ولا شك إنه بالشوط الأول يمكن إذا بدنا نحكي دفاعيا حمزة سلامة الابرز بخط الوسط من ناحيه فريق راسينج، وهجوميا نيكولاس كافي وتحديدا بالفرصه يلي عملها ببدايه اللقاء وارتدت بالقائم الايمن. الكره مقطوعه من علي بزي،
بتروح لعند نادر مطر الانطلاقة من الرقم 4 كبير وموسى. علي بزي على الجهة اليمنى من جديد بالهجوم مع الكرة العرضية. الكرة عرضية ولوين الرأسية إلى خارج أرض الملعب. أرمين سنميان مع بسد عيونه على رأسية عبد الرزاق الحسين. عبد الرزاق وصلت لك الرزقة بشكل سهل بعد هالكرة العرضية من نادر مطر. كان بالإمكان بالتأكيد أفضل مما كان، ارتقاء ممتاز، لكن التوقيت وتحويل الكرة بالرأس ما كان بالشكل المناسب يا عبد الرزاق. قدر يطلع فوق طارق حلوم، شوفوا بالرأس هون نقى اللحظة، لكن ما قدر يحول الكرة بالطريقة يلي بده يا عبد الرزاق الحسين. فوق مرمي لمحمد حجازي، مرمى الراسنج رح يبقى نظيف من دون ما شباكه تهتز بالوقت يلي نادر مطر عم يواصل استعراض مهاراته بوسط الملعب. نادر يا لعيب بيلعبها للامام لعند معطوق، انما الكرة عم بتطول ما بتوصل لعند محمد حجازي. الربع ساعة الأخير من هاللقاء هل رح يحمل معه خبر جديد بالنسبة للنجمة أو للراسنج؟ مين رح يقدر يخلص الشوط الأول وهو متقدم أو التعادل السلبي؟ رح يكون سيد الموقف. أرمين عم يطرد مجددا على صافر من مراد الزواهري الحكم الأردني. خطأ تسبق الحكام على محمود فتح الله. ركلة حرة رح تكون للراسنج. سيرج سعيد عم يتقدم لتنفيذها. الإعادة مرة جديدة ماهر صبرا ونيكولاس كافي. سقط نيكولاس والحكم احتسب خطأ لمصلحة اللاعب الغاني. الركلة الحرة إذن هيدا علي السبع أمامنا على الشاشة. عمره صغير لكن إمكاناته كتير كبيرة علي السبع. الأمر أثبت مباراة بعد أخرى مع النجمويين. سيرج سعيد هو على التنفيذ. طارق حلوم راح على الجهة اليمنى، يبدو هو راح يستلم، هو يلي راح يعكس الكرة العرضية لحلوم، لكن التغطية عم تكون موجودة من حسن المحمد. ممتاز باللي عمله حسن المحمد، يعني التزام لاعبيا النجمة بالدفاع فارس عم يأثر كتير على الراسنج. ما عم يقدر الراسنج يكونوا مرتاحين أبدا، وخصوصا عاد ما عم يستلموا على طرفي الملعب، إن كان طارق حلوم من جهة أو محمود كوجك المتقدم من جهة أخرى. يعني بالنسبة لرضا عنتر بالشوط الثاني رح يكون عنده خيارات واسعة من ناحية اللاعبين. يعني خضر سلامي كلنا بنعرف لاعب الخبرة الكبيرة، داوودا كمارا أيضا يلي معقول نشوفهم بالشوط الثاني. فريق النجمة أيضا عنده عدة لاعبين، بس المهم لهلا إنه ولا فريق عم بيقدر يهز شباك الفريق الثاني. المباراة بعد التعادل السلبي 0-0. نادر مطر، نادر 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 بيتقدم، وبعد الكرة معه لنادر وفي خطأ. الحكم سليم سراج بيرفع رايته لا يعلن عن خطأ لصالح فريق النجمة. النجمة اليوم بطل لبنان 8 مرات، عم بيواجه الراسنج القلعة البيضاء بطل لبنان 3 مرات. الفريقين متعطشين للقب الدوري، خاصة فريق الراسنج. فريق الراسنج اللي آخر مرة أحرز لقب الدوري موسم 69-70، بينما فريق النجمة موسم 2013-2014. الحكم يلي راح يوقف الكرة حاليا كوفي على أرض الملعب، تعرض لإصابة. الحكم الأردني يلي عم بيطلب من طبيب الفريق إذا كوفي ما قدر يقوم راح يسمح له ليدخل لأرض الملعب، وهذا الشيء اللي بصير. بالإعادة بنشوف الاحتكاك يلي صار لهون كوفي، هون الإصابة يلي تعرض له. الحكم محمود قليليت يلي بيدخل لأرض الملعب لمعالجة نيكولاس كوفي لاعب الغاني. نيكولاس كوفي يلي رصيده بطاقتين صفر، مثله مثل حمزة سلامي، مثل محمد صادق، من ناحية اللاعبين الأساسيين بفريق الراسنج، بينما حسين عمار وداوودا كامارا من ناحية فريق الراسنج أيضا على ميعاد الاحتياط معهم بطاقتين. فريق النجمة ماهر صبرا، قاسم الزين، وحسن أمري بطاقتين صفر كل واحد منهم. رامي تميس رح تكون لصالح فريق النجمة مع ماهر صبرا. ماهر صبرا يلي رح ينفذ رمي التميس لداخل منطقة الجزاء. طارق حلوم بيبعد، الخطر بعده موجود. جلول لمحمود فتح الله يلي بغير اتجاه الكرة، بيلعب بخبرته بشكل كتير كبير. كرة مع حسن معتوق، حسن معتوق جرب
يمرر هالكرة بعدها داخل الملعب، الحكم بيقول بعدها داخل الملعب، الخطر موجود طالما بمنطقة فريق الرسين. لاحظوا هون إذا بنطلع بهالكادر الكاميرا بتشوفوا كم لاعب من الفريقين من الرسينج ومن النجمة، هيدا يلي بدل قديش المساحات عم بتكون ضيقة والخيارات قليلة كتير عند فريق النجمة ليخترق ويقرب على منطقة جزاء فريق الرسينج. نيكولاس كوفي يلي بيرجع لمتابعة المباراة، محمود فتح الله بشتت الكرة بيخدها علي بسي بطريقة رائعة جدا لنادر مطر، نادر مطر بيتعرض للخطأ والجمهور النجماوي عم بيضغط على الحكم الأردني ليتصرف من ناحية البطاقات الصفر. هذا الخطأ يلي صار كان على محمود كوجوت وغازي حنيني على أرض الملعب بهالوقت. ركلة حرة لفريق النجمة، عبد الرزاق الحسين ناطر الكرة، محمود فتح الله بفضل يلعب كرة طويلة لعند ماهر صبرا، ماهر صبرا جرب يمررها بس طارق حلوم بيبعدها بالوقت المناسب، ترجع عند عبد الرزاق الحسين. يعني إذا بنطلع شوي اليوم عبد الرزاق الحسين لهلا وكبيره موسى بعد ما شفنا المنتظر من نون، بينما محمود فتح الله عم بيقوم بواجبه الدفاعي لهلا مثل ما لازم. حسن معتوق ايضا ناطر الكرات، ناطر يخلق الفرصه الاولى على مرمى فريق الرسينج. حسن معتوق، حسن معتوق بيتعرض للخطا، الحكم بيتابع اللعب، بيتابع اللعب. سير سعيد لحمزه سلامه، حمزه لطارق حلوم، طارق حلوم بيلعب الكره لنيكولاس كوفي بظهره مين؟ محمود فتح الله، نيكولاس كوفي ورمي التماس راح تكون نجمويه للقلعه البديه على حساب فريق الرسينج. القلعه البيضاء، احمد جلول على الجهه اليمنى لعند علي بزي، علي بزي بيتقدم بيتقدم بيتقدم، علي بزي بيلعب الكره ناحيه يمين لعند حسن محمد، حسن محمد بيعكس الكره بمررها داخل منطقه جزاء، اندري اندري بيبعدها بالوقت المناسب، كرة لعند اثنين ملحم منه لنيكولاس كوفي، هجمه مرتده لصالح فريق الرسينج. طحان لعند عدنان ملحم، عدنان ملحم شو بده يعمل لحاله؟ لحاله عدنان ملحم اكيد بده يهدي الكره، بده مساعده من زملائه. حمزه سلامي بيرجع الكره لعند غازي حنيني ولعند اندري، الهدف انه يسحبوا لاعبين فريق النجمه لعندون. اندري اندري بيتقدم بيتقدم، اندري جرب يلعب الكره نيكولاس كوفي و احتكاك بينه وبين محمود فتح الله، الكرة بعدها رسنجوية. اليوم الرسنج مثله مثل النجمة، ما في أفضلية أبدا لأي فريق من الفريقين، الرسنج عم بيقدم مباراة كبيرة، النجمة لهلا بعد ما عم بيقدر يعمل الخطر المطلوب منه وعلى مرمى فريق الرسنج. حمزة سلامي بيرفع الكرة لعند عدنان ملحم، عدنان ملحم على الجهة اليسرى، عدنان ملحم شو رح يعمل معه علي بزي؟ وبيحصل هون على ركله ركنيه، كورنر جديد لفريق الرسينج. يا ريت فينا نشوف الكورنرز كم واحد صاروا من ناحيه الفريقين، اربعه للرسينج، كورنر وحيد لفريق النجمه. هيدا باكد يلي كنا عم نقوله انه اليوم الرسينج لهلا باول شوط عم بيقدم مباراه كبيره مع فرصة خطيرة وحيدة كانت لنيكولاس كوفي والعناية الإلهية خلصت برمى فريق النجمة، وسوء الحظ عم بيتابع مع فريق الرسينج ومع نيكولاس كوفي. الحكم يلي عم يطلب للاعبين يبعدوا عن بعض، في احتكاك صغير طبيعي بصير بين اللاعبين على باب المرمى. أندري واقف ناطر الكرة الرأسية وسبع بيبعدها، سبع بيبعدها لصالح فريق النجمة. رح يكون في ضربة مرمى، وصلنا شربي للدقيقة 40 والمباراة من ناحية الأهداف سلبية. يعني هيدا اللي توقعناه، المباراة ما تكون سهلة على النجمة اللي أكيد دخلها قبل وهو مرشح على الورق لخطف الثلاث نقاط. قلنا الرسك فريق طموح، فريق عنيد، وأيضا دائما مصر على حصد النقاط وبصعب الامور على الفرق الكبيره. واعطيت مثل عن مباراته بالاسبوع الماضي امام العهد
يلي خسرها بهدف وعيد دلوقتي يلي كبير موسى على الجهه اليسرى عم يعكس كره عرضيه، الخطوره النجبويه موجوده مع الكره يلي عم توصل للمعتوق داخل منطقه جزاء، المعتوق عم يمر، المعتوق بوجهه كوشك عم يعكس كره خلفيه لنادر مطر. نادر مطر سدد انما لسوء حظه كانت عم ترتد من مين؟ من زميله عبد الرزاق الحسين. كنا نشوف مشهد كلاسيكي، سيناريو مماثل للي شفناه الاسبوع الماضي مرتين عندما دخل المعتوق عكس الكره الحاسمه الى نادر مطر يلي سدد. الخطر مع نادر مطر دائما بيكون موجود بمنطقه الجزاء، لكن المره عبد الرزاق الحسين كان عم يلعب دور المدافع بلوتي اللي الخطوره النجموية موجوده. عبد الرزاق يا عبد الرزاق، الرايه كانت موجوده، الرايه كانت موجوده بطبيعه الحال، ولو انه الفرصه كانت خطيره وخطيره جدا. يبدو الحكم احتسب لمسه يد على عبد الرزاق الحسين، رح نشوفها بالاعاده بالتاكيد. عبد الرزاق ولا اي اعتراض، يبدو اخذ الكره بايده، سدد الى جانب مرمى محمد حجازي. النجم عم يضغط بالدقائق الاخيره، متبقي 4 دقائق على انتصاف اللقاء. النجم عم يولع على ارض الملعب مثل ما مدرجات النجم حاليا عم تشتعل، ما في اي تسلل كان. كبيرو موسى الراسيه هون، الكره يلي ارتدت من ايده لاندري فيتيلاريو، من ايده لعبد الرزاق الحسين بعد ما شتتها اندري فيتيلاريو. بطبيعه الحال صحيح اراء ممتاز كان من الحكام، تحديدا من الحكم المساعد تيسير بدر يلي سريعا رفع رايته واعطى الاشاره للاردني مراد الزواهره. كره حاليا مع الراسي محمود كوشك لعند غازي حنيني. غازي رح نشوف تعديل تكتيكي بالشوط الثاني من قبل رضا عنتر، ادخال داوودا كمارا لتعزيز الامور. شوفوا الحاله واضحه يعني بايده اليمين تحديدا لعبد الرزاق الحسين، من حتى ايده والكنترول عبد الرزاق تسديدته كانت بعيده عن المرمى. غازي حنيني من جديد بوسط الملعب عند الراسينج، حمزه سلامه منه لعند سيرج، دائما سيرج عم يروح ليكون موجود بالوسط تيقدر يزيد الخيارات امام غازي حنيني. عند كل مره بيستلم فيها الرقم 8، الشغل يلي عم يعمله سيرج سعيد ممتاز لحد الوقت، لكن المطلوب طبعا انه يعرفوا الراسينج كيف ينهوا هجمتهم، وهالامر صعب لحد الوقت بسبب ثبات دفاع النجميه اللي عم يقدم اداء جيد. محمد صالح، محمد صادق، ولا محمد صادق، مش محمد صالح، احمد صالح كان خاله لمحمد صادق، ايضا يلعب بنفس المركز، لعب مع النجمه للمصادفه ولعب مع منتخب لبنان، نقطه انطلاقه اكيد كانت مع شباب الساحل. المدافع القديم محمد صادق يلي طلع مخول وعم بيكون موجود بقلب دفاع فريق الراسينج. رمية التماس علي بزي، الكرة الأمام كبيرو موسى ما بيقدر يوصلها، أندريه سبقوا عليها هالمرة. أيضا بوسط الملعب النجم عم ينطلق من جديد، لمسة جميلة من المعتوق لنادر مطر، حسن محمد عم يطلبها، نادر مطر بيوقف بيلعب للمعتوق، رائع التفاهم بين اللاعبين، المعتوق عم يطلب منه لا معتوق، معتوق شو عم تعمل؟ شو عم تعمل يا معتوق؟ ما بيهدى ما بيروق فعلا عندما بيستلم الكرة، راح خربل دفاع الراسي، دخل منطقة الجزاء وسدد مرة جديدة، عم بتكون الخطورة، شوفوا هاللعيب، شوفوا الرائع، راح عن طارق حلوب، راح على محمد صادق، سدد لكن محمد حجازي يحسب له فعلا الإنجاز، ردة فعل سريعة كانت من حارس مرمى الراسي، أنقذ مرمي لكن مع المعتوق الخطر عم بيكون دائما موجود، المعتوق بيلعب الكرة على الأرضية، الأرضية والرأسية عم بتكون موجودة من جديد. كبير موسى هو كان خلف الخطورة النجموية هالمرة بهالكرة، مباراة قلت لكم اشتعلت بالثواني والدقائق الأخيرة من الشوط الأول. النجمي كان عم يطالب بركلة ركنية بعد رأسيته لكبير موسى، لكن معتوق هو حاليا العنوان على أرض الملعب باستعراض مهاري رائع جدا وبتمريرات مهندسة على المسطرة. شوفوا هالمعلم ملا لعبة، يلا لعيب أنت يا معتوق. الكرة ارتدت على ما يبدو من أندريه، فعلا النجمي كانت مطالبته محققه، كان بيستحق ركله ركنيه، على ما يبدو الكره لمست باندريه قبل ما تخرج. على كل حال بانتظار نشوف الحكم الرابع محمد عيسى شو راح يرفع وقت محتسب بدل عن ضائع. الكره ملعوبه للامام، كبيرو ومحمد صادق ممتاز جدا، رقم 4 عم يقطع الكره كان امام كبيرو، لكن الخطا موجود، انتبهوا يا راسك، بدكم تنتبهوا يا راسك، في كبيرو موسى بلحظه
ممكن يخضر فيكم، مثل ما بنقول انتبهوا يا نجمه، باي لحظه نيكولاس كوفي او عدنان ملحم بيقدر يخضروا عندما بتكون الخطا على مشارف المنطقه. اذا دقيقه واحده فقط من الوقت المحتسب بدل عن ضائع. سير سعيد مصاب، كل السلامات لكابتن الرسينج يلي اكيد رح يقدر يتابع الركلة الحرة بعد الخطأ. وجمهور النجمة بلوحة جديدة بانتظار اكيد الجمهور انه يلزم لوحة مفرحة من خلال هدف، من خلال معزوفة سيمفونية بقودها المعتوق وبكملها باقي العازفين بهالفريق المميز عندما يهاجم. فعلا نقلة كرة ممتعة كانت للنجمة بالدقائق الأخيرة من الشوط الأول. رمي التماس للرسينج الثواني الأخيرة من الشوط الأول. إذا طارق حلوم، طارق وصافرة إذا نهاية الشوط الأول من هالمباراة بالتعادل السلبي بين الرسينج والنجمة. شفنا مباراة هجومية إذا بشوطها الأول، شفنا فرص خطرة للفريقين، لكن الأهداف هي الوحيدة اللي كانت غائبة. بنأمل أكيد أنه الشوط الثاني يكون أفضل، يكون أجمل، يكون مليء بالإثارة والحماس، وبالتأكيد يكون مليء بأجمل شيء بكرة القدم هو الأهداف. من هلأ لوقتها أنا رح أرجع إلى استوديو تحليلي مع الزميل جورج سويدي.